أنتم تعولون على المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي هو الآن يفترض به أن يعيد النظر في ما يحدث في اليمن. ها هو قد رأى علي عبد الله صالح وهو يراوغ ويماطل ويلعب بالأوراق، واليمن هي منطقة عندما تدخل في مستنقع العنف الذي يريد علي عبد الله صالح أن يدخلها فيه، لن يتضرر اليمنيين فقط، ستتضرر السعودية ودول الجوار والمجتمع الدولي. ما يحدث في اليمن سيؤثر على الأمن والسلم الدوليين. اليمنيين الآن صاروا يشعروا أن المجتمع الدولي للأسف خذل اليمنيين، وقد خرجوا في نضال سلمي من أجل بناء دولة مدنية حديثة. تركوا أسلحتهم وتركوا بنادقهم وخرجوا. طيب الحل عارية. سيد خالد، أنتم تطالبون بمحاكمته وأعدامه، أليس من سبيل ذلك أن يشعل نار الفتنة بين أقاربه بين أهل اليمن تدخل المجتمع الدولي؟ ألستم أنتم بحاجة إلى الهدوء والتروي ومعالجة الأمور بحكمة بدلا من ازدياد العنف في اليمن؟ يا سيدي، قوة علي عبد الله صالح الآن هي في ضعف خصومه وليست فيما يتعلق. نحن لم نطالب إلا بالعدالة له، لم نطالب بأن يقتل على طريقة معمر القذافي. طالبنا بأن يحاكم وأن ينال جزاءه هو وجميع من اشتركوا في جرائم القتل. لم نطالب بالاجتثاث للمؤتمر الشعبي العام كما حدث في العراق بالنسبة لحزب البعث، وقلنا الإخوة في المؤتمر هم أخواننا وأيدينا إليهم مفتوحة وليس لدينا مشكلة معهم، ولذلك لا داعي لأن يدافعوا عن القتلة وعن المفسدين ويتمترسوا خلفهم، لأنه لا يوجد هنالك توجه انتقامي. إذا تركنا علي عبد الله صالح ومن حوله من القتلة والمفسدين يهربوا بما ارتكبوه من جرائم وبما ارتكبوه من أموال، ما الذي يمنع أن يأتي من يكون بعدهم مثلهم؟ ما دام في الآخر من يرتكب جرائم سيكافئ بالحصانات. طيب نقطتك واضحة سيد خالد، وسيعطى من الأموال. نعم. بما أنكم ترفضون المبادرة الخليجية، لا شك أنكم ترفضون تعيين باسندو على رأس الحكومة، هل تثقون في قدرتي على الخروج بالبلاد من الأزمة؟ إحنا لا نرفض باسندو، إحنا نرفض حكومة فيها شراكة مع القتلة، وهنالك أمر آخر. نرفض أن يكون عبد ربه هادي رئيسا. طيب. تحت ظل علي عبد الله صالح أو يكون واجهة لعلي عبد الله صالح. نريد رئيس يمثل الثورة ويمثل الشعب اليمني ولا يمثل علي عبد الله صالح ونظامه، ونريد رئيس حكومة وحكومة لا يجلس فيها القتلة كشركاء ولا يكونوا يستمروا في الحكم. هذا الذي نبحث طيب عنه. نريد سلطة تمثل الشعب اليمني وتمثل. أتوجه إلى الرياض السيد ياسر اليماني، يعني الأمور مشحونة جدا.